اسمح خالد، شنو البلاصة الخالية اللي جبتني عليها؟ شو بيك خوف؟ اسمع معلول، انا فكرت كيما انت هكا ودي غدخلوني الدرام قلبي مات مات معلول وقت والف ما تخسرش راسك. اسمع ايه؟ الوي انا وصلنا، انا هنا. هاي اوكي اسمع خالد، وينك رايح؟ انت مهبول تروح تخليني في هاد البلاصة؟ ابلغ شو واحد دوك نجي، ما تخافش نيجيك. ايه واحد شو مادام جيت لهنا حبي يقولوا وليت واحد منا، واش يقيسك يقيسنا واش يضرك يضرنا. قبل ما نبدا الهضره واش حاب نقول لك؟ بركه في لي سانكو، اصبر الموت حق بيرحم. راك تبان لي خايف، تخافش، هنا الحالة مليحة، هانية، بعد على كلام الناس وعلى عيون الناس، هنا نقدروا نهضروا، نقدروا نبيعوا ونشريوا، واحد، داركم عجبتني بزاف وراني حاب نشريها. اسمح لي، راك تمعني على دارنا. دارنا حنا نشريها بالسومه اللي طلبها ونزيد لك فوق السومه اللي طلبها. خمم مليح، هكذا تقدر تشري دار، تقدر تشري وحده لخواتاتك، تشري طوموبيل، تحل الكونت. بون بلا ما نهضروا بزاف، وشوف واحد انا انسان مزروب بزاف، ماذا بيا تشوف لا فامي تاعك وترجع لي الخبر غدوة العشية. التليفون تاعي راك تسيبو عند خالد. هاي صح واش فهمتو؟ نروح. ما تستغربش دكتور ايمن، دوك نقول لك واش كاين ما بين الممرضه ديالك والدكتور عادل. تفضل معايا. نعم خويا راني نسمع فيك. يعطيك الصحه. اسمح لي، تقدر تقولها برك بلي اختك حوست عليك. يعطيك الصحة، ليلتك سعيدة. صح حنان اختي، وش بيك؟ وجهك راه يخلعك، اش ما كاين اختي؟ رميسة هذا شهر ونص مني راحت ما دخلتش لا سيتي، وين تكون؟ حنان رميسه كي تعرفيها احد دير في حسابها بلي كاع تحوسي عليها باش ترجعيها للدار، ملي تكون راحت عندك كاش وحده من صحاباتها حتى يروح لها زعف وتولي هذا مكان. حتى صحباتها ما نعرفهمش، كتعرفيها ما تهدرش. حنان اختي اللي فيك يكفيك، رميسه هي كبيره وتعرف صلاحها. ها
حنان يا حنان، تعرفي واش راني حابه يا طفله؟ راني حابه نشري طريف قماش وندي نخيطه قوية فاروز يحرق في العين. يا حنان يا بنتي، وش بك دي محزينة هكذا؟ انسي الهم ينساك يا طفلة. حتى لو كانت نسيتيه هو ما ينساكش، انا هربا مشاكل يتبع فيها. معلش يا بنتي، الخط الكبيرة دي ما هكذا حاملة هموم الدنيا وحاملة هموم خوتها وخواتها، وش ديري؟ الله غالب، هذه هي الدنيا، وبعد الضيق يجي الفرج إن شاء الله، وبعد الليل يطلع النهار، غير تهني. هاكي شتي سي واحد عنده نص ساعة من يدخل، ما يبليش علاش راه صار بزاف الحومة، وش راه يدير؟ وكشتي وش دار اليوم عودة؟ وزاد كملت عليا رميسة. ما تخميش يا بنتي، ربي يهدي للطريق الخير، هذا مكان ان شاء الله. ان شاء الله بنتي. ما تخميش خالتي. نروح ونشري طرف قماش، وكاين خياطة ماشي بعيدة منا، وانا نشريك طرف قماش بالطبع والشان، ديريه واش تحبي. ها ديك صح، ربي يهدينا ان شاء الله يا بنتي، ويهدي اخوك ويهدي اختك، وهذه هي الدنيا. هيا ضحكي، هذا الوجه الشباب وهذا القلب الحنين، تبقي ديما هكذا حزينه، خالتك ديما معك ان شاء الله، ما تخميش هكذا كامل. جعفر تاش، شوف لي لادريس تاع زينب، زينب العجمي كانت عندي في السيرفيس هنا. أنا معك. 10 رو دو يعطيك الصحة. صحة جعفر. عادل واش يدير بالدوسي تاع المرض عندي؟ استنى فيك هذا، شوف واحد نتاع حبيبي وانا نعزك، تقول الدور معاه دايما تعرفني ما نعرفك. والسلام عليكم. واش واحد؟ شكون كبار؟ واش تكتب؟ هضرت معاهم؟ ما على باليش كامل واش بيا، راني مخربط كامل. خلينا من هاد الحكاية، بعد نحكي معاهم. اسمع، لازمك تحكي معاهم، هذا الشيء كامل على جالك، وحابين نحي عليك الهم. على بالك يعرف كل حاجه عليه، انت اللي قتلوه. ما تمشي الحكايه هذه، وش يعني الدار؟ انت فاهم لي في الدار وخلاص، هذا ما كان اخي عنده دار، اش يحوس على دارنا؟ انا نقعدون فهمك. اروح اكيد. قعدوا. اسمع، الدار اللي شفتها البارح ماشي دارو، هذيك هذيك دار المعلم الكبير. انت ليش شفتو البارح عندك هو سالم، عندك هو درع اليمين. بس على بالك وجو خزراتو ما عجبونيش. انت واش راح لك فيه؟ راح يولي صاحبك، كاين قافل بيناتكم بعد كل شيء خلاص. انت عليك الدار ولا الدراهم، صدقني حياتك كاع راح تبدل. تعاود تشري دار واحد اخرى، دير طوموبيل، دير الحوان، دير كلش، بيع الدار وش حياتك فتبدل. على بالك بلي انا لو كان جات بيدي لو كان راني بحتها، بصح هذيك الدار تفكرني في ما الله يرحمه. على بالي بلي خياتي راح يوقفوني. اسمع راه كبير دوك، راه كليت راجل، وش بيك؟ كي من الاول والاخر ترجع ليك دوك.
ما تحلمش بزاف. أعطيني منك النيميرو تاع سامي. ما عنديش تليفون افسد لي. وبعث لك انا وفيه النيميرو تاعك والنيميرو تاع سامي. جبت ولا شيء فهمت في كلش. خطوه الله فيها اصبر نعطيك حاجه مليحه غادي تكلميك مليح. على بالك ما عنديش دراهم. بيناتنا جوج دراهم واحد يخص تقول لي برك. فريانا في الدار وحيد يا حان. انا ما حكيتكش باش تقلقي. على بالي يوسف على خير خويا. درك سلامه اختي حنان. انا رايحه وما نطولش. وينك رايحه؟ نروح نجيب دواء ونجيب لك كوكتيل ونولي. تعيش اختي ما تطوليش. هاكي تعرفي واحد دوكا ويحوز غير على السبا. على بالي اختي ما نطولش. ولا نقول لك علاش ما تسناش خالتي؟ دوك ما تطولش عند خالي محمد دوك تجي. على بالك نروح ونجيب خالتي ما تجيش. هاي بقى على خير. السلام حنان. انا نهضر مع وحيد ونفهمو بلي ماهوش قادر على مسؤوليتكم. تسمى غير يهني روحو وتبقى ريتو خير له. اسمح لي. الو رشا واش راكي لاباس؟ الحمد لله. واش الخدمه؟ الله يعاونك يوسف. راه هنا نجوزهولك. اه معليش نقول له وقتاش نشوفك. يعني نستناك. سلمي على داركم. صح باه رشا قتلك سحقيتك عيط لي. من بعد نعيط لها. كنت يا حنان ما تخميش على وحيد. انا ندبر راسي معاه. مالي مساء الخير عليكم. مرحبا بك يوسف. واش راك وليدي؟ واش راك؟ لاباس؟ بخير يسلمك. واش راهي ميمتك؟ والله الحمد لله. وانت؟ واش الحاج؟ لاباس الحمد لله. بخير الحمد لله. ريحتي شويه؟ بخير يسلمك الحمد لله. قمتي بالواجب؟ بالواجب وزياده كاع. الحمد لله وليدي الحمد لله. انا نروح. دقيقه برك. خالتي نروح نص ساعه ونولي ما نطولش. وين راك رايحه؟ نروح نشوف ايمن ياك على بالك. معليش روحي بنتي. يوسف وصلني في طريقك. اديك دقيقة برك نجيب ساكي. انا سلام روحي. طلع بنتي. صحة بنتي صح. واش راك يا شباب؟ والله الحمد لله. انت كاش خدمة معاك يا شباب؟ الحمد لله ماشي. بس الحمد لله. جوز ليا من بعدها صحافك. ما نقدرش عندي ريفيزيون وغدا ان شاء الله عندي اكزام. بعدك جيت في وقتك. انا ثاني راني مسحقات. اسمح لي تروح تفتح لي سكايب باش نهضر مع ليا. ليا انا ثاني توحشتها. اسمح لنا. اسمح اسمح. ليا ça va ma chérie? Ça va maman, tu me manques. J'ai envie de te voir. Je n'ai jamais imaginé que tu pars et tu me laisses toute seule. Ça fait deux mois que je t'ai pas vue. Tu me manques aussi, habibti. Ikhi ta3fi nhabbek. Et tu reviens quand? Mazi chenji ya benti. Écoute, je t'entends, je te vois, c'est déjà ça, n'est-ce pas? Je dois quitter maman. Au revoir. Je t'aime. Merci, Léa.
لا لا اش كي تبكي خالتو؟ خيرك معانا دوكا؟ الحمد لله. بعدي شوية ارتحتي شوية ها؟ صح من داك نحس شوية راسي يوجع فيا. وين؟ معليش نديرو أشياء ونشوفو إلا عندك تصلب في الشرايين ولا عندك حاجة واحدة أخرى. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله. اسمح لي. اسمح. ألو؟ واش راكي رميسة أختي؟ لاباس؟ الحمد لله. أنا لاباس بصح على بالك بلي أنا مطلقين عليك شوية رميسة. رميسة وين راكي؟ راكي في لاسيتي؟ خلاص خلاص بلا تقلق، المهم راكي بيان والحمد لله. من داك عيطي لي يا اخي اختي، عيطها الله يفي روحك، بقاي على خير. وصاحبك كيفاش؟ فهمت معاه؟ جاب ربي اليوم يهضر معاهم وما نعرف. انت في رايك؟ منين نقدروا ندخلوا له؟ والله ما على بالي، انا ما نقعدش معاه بزاف. واحد طفل صغير ودائما مقلق. كي راه يدور معايا غير على الجهه الموطوع هذا ما كان. باش ما يقعدش في الحومه ندير نحوس. بلا اسمع مليح خالد. الشيء كي تجي يجيبوا معاك. ماذا بيا تجيبوا لي خبر يفرح. خلاص عليا سامي. فهمت؟ تكل عليك. مالا نروح. تهلا. هكذا. تكل عليك خالد. عليا. هكذا. سامي. راني جايبينكم. وعلى بالي ماني رابح والو. كاش تقدري تخدمي يا بنتي يا حمام التلفزيون محمي ونصبرك خالتي ولفت لا علينا هاو كاس أتاي الله الله عليه مع حوجة حلوة تقويك صح خالتي أنا قريب نكمل إن شاء الله كي تكملي تحبي تجي تقعدي معايا راني في الجنة يعطيك الصحة خالتي صح هدى عندي هضرة معك ما تهربش قلت لك وين كنتي جبل ربيك تحقي معايا حنان علاش راك تبدلي في الهضره خاطر عباك بلي كذبتي عليا وكان نروح نريح ماشي خير لك قلت لك وين كنتي وش داك السبيطار عند ايمن شكون اللي قال لك ماشي مهم شكون قال لي باينه شكون اللي حيقول لك هو ما تبدليش الهضره واش داك اللي عنده الا هو اللي قال لك يكون فاهمك وعلاش وإلا مازال ما هضرتيش معاه سهله عادي لو سقسيه زيد بزاف حنان انا نشوفك تبدلتي بزاف بزاف ماشي من حوايدك هذه تاع سينو جيم وين كنتي وين رحتي خلاص وليتي ما تعرفينيش وجاب لي ربي بلي ما غلطتش حتى حاجه حنان دوكا اللي نهضر معاه ولا يدير لي هكذا نقول له حاجه يقول لي حر على خاطرش حنان كاينة حاجة انت ما حبيتيش تفهميها كيما انت كيما حنا
بخير؟ اهلا دكتور. هاتي زينب هنا؟ انا عمي تفضل. ميرسي. شكرا. عادل واش فيما دائما حصلة في شغل تاع الكوزينه؟ انا كيما نخدمش لينا هي هذه هي خدمتها ما تخلاش اللي نخدموها اليوم صباح غدا نداك صح ورشه على ما تعاودكش كيما تكونش هنا معليش صح كي تكون هنا هو تبقى سالي شويه ايه رشا مسكينه تجي عيانه من الفارماسي ربي يكون في عونها واش بك عادل راك عيان راني ناوي نزوج هذا خبر يفرح يا وليدي حتى انا حابه نزوجك قل لي شكون هادي تخدم معاك في السبيطار طبيبه طبيبه تقبل بيا طبيبه تاع اليوم لازم يسكنوا وحدهم اللي راني حابة تعرفني وتعرف ظروفي شوف انت يا معليك غير توري لي الدار انا راح نخطبها ونجيبها لوليدي مازالش فيها ايما لازم حتى ندخل في حياتها توالفني شويه وانت تعاونيني على من راك تهضر راني على حنان حنان بتعلمك منك صح؟ من ويختاش؟ عمر كلها ترتلنا عليها ولا بالمليحة ولا بالقبيحة إما على بالي بلي تحبيني وماذا بيك تشوفيني مهني؟ ما كاش أم ما تحبش تشوف ولادها فرحانين ومهنيين في بيوتهم صح أنت يا عادل ما فهمتكش فهمني بلا ما نكتر عليك الخطر أنا ما عنديش دار حنان وخاوتها عندهم دار كبيرة وما كاش راجل يوقف معه خمم في روحي وفيهم صح ما تنساش باللي هذه مسؤولية كبيرة يا عادل والدار فيها غير البنات راني عارف بس ما تنساش ثاني باللي هما ثاني دمي ولحمي على كل حال صح حبيبي حنان سمحي لي ما شفتكش لك هنايا كنت عند واحد المريضه في دارها قعدي اسمح لي دكتور طولت واش بك يا حنان غير خير شوف دكتور اختي هدى مازالها صغيره والحاله راه تجوز فيها تخليها قادره تتعلق باي واحد يقرب منها كيما قلقاش فيها نروح لها كافيتيريا نشربوا حاجة بردة واش كاين بينك وبين هدى؟ كاين وين بيني وبين هدى؟ وهذيك أختك شفتكم هنا في لوبيتر شفتك دكتور ماذا بيا مازلتش تقرب منها علاه؟ أنا حنان مخك داك بعيد صور لك واحد الامور اللي ما عندها حتى علاقه بالشخصيه ديالي كطبيب مسؤول على المريضه ديالي Thank you.
وصاني جابك ربي. انت مش مقاهي الحاله يا ودي؟ خلاص التحفيز اللي فات دوك نجي. هذا عندها وساق عندي البارح ما بنت شوي كنت ماكش شنيد وكم بعد وش كاين اخي؟ وصيتك تدي باب الطبيب لا ما ديتوش. روح وحده راه كبير. يا شيخ صغار يوم بال صاني اني مشغول خويا. روح دوك نجي. طولت شوم وش كاين؟ عباك انا حارك شنو نهضر معك يا خالد. ما كان حتى واحد يحبك ويخاف عليك في هالدنيا قد والديك وانايا. واللي يحبك غدوة كي تغلط يسامحك وكي تطيح هو اللي يرفدك. خلاص كي مثل هذا نقدر نروح. الله يهديك المفيد يا اخي. سبق وصيتك الطريقه هذه اللي راك تمشي فيها ريحه تديك لهلك. هذه الطريقه اللي عجبتني مش عندك الحاله هكايا. يرحم بابك الهضره دي مش تهضرها لي توجعني راسي بها. قلتها هاي عجباتك بصح بالك غدوه تندم. ليش نقول والله ما راك نادم وماشي عدل فيك ضميرك عشان اللي راك تبيع فيه الدراري. اسمع اش كنت حبيت تدخلني الحبس ولا واش؟ خلاص مازال حال ما نحبس الشيء اللي راك دير فيه. الله غالب ما قدرتش نجبد روحي الهضره تاعك توجع لي راسي هذه ماشي تهضر معايا هكا ما تدخلش روحك فيا. اسمع انت خويا صغير وعلى بالك بلي نحبك ونخاف عليك. ماني حاب نخسرك وما راني حابك تضيع. دام بكراك على بالك دير الشهاده غير باش تبان مليح قدام الناس. هذا ما كان ولي وش خاصك يرحم بابك؟ راك صغير وجاي للدنيا راك بصحتك الله يبارك علاش راك تراجع روحك بهذا السم؟ يا اخي اما تحبك وتخاف عليك حاجه ما راهي خاصاتك. وبابا ثاني كاش اختار قالك وقتاش تدخل ولا وقتاش تخرج؟ ها خلاك مرتاح هاك هدرتها فمك معايا علاش راني فرحان هكايا؟ راني بانك يا شيخ ما تسقسيش عليا علاش نحوس عليا ندخل الدار ولا ما ندخلش؟ ناكل ولا ما ناكلش؟ نلبس ولا ما نلبسش؟ خلينا نرحم بابك عبد الهادي والله تخلي حتى ودي يدخل تاعي. واش كاين؟ ما كاين والو. هكذا هذه الكوشه اللي تنشفها هكذا ما قعدتش مليقه يا بنتي كيفاش حتجوز لينايا؟ كان غير جمرتها شويه وحيد ما عجبتكش الماكله؟ مادام راكم كامل لهنايا عندي هضره راني حاب نقولها لك. خير ان شاء الله وليدي اش ما تحتاج؟ كي كانت يما الله يرحمها حيه الله يرحمها كانت لمتنا كامل كنا عايشين لاباس بينا بصح دوكا معيشه غلات ما راناش عايشين مليح. الحمد لله وحيد لا ريتريت تاع بابات كافيتنا وبزياده. ما تقوليش باك راك حاب تحبس القرايه. هضري على روحك انتي خطرش انتي تاكلي وتشربي بزاف عليك. انا نحب ناكل نشرب نلبس نحوس كيما صحابي. الا حبيت كسي روحك سهله نعطيك دراهم. تعطيني دراهم انا الدار خلاص لقيت لها شاري عطاني سومه مليحه مبلغ كبير. هاد الهضرة ما سمعتش مليح. الدار ما راحيش للبيع راك تسمع حنان نسيتي بلي انا هو الراجل تاع الدار وعندي حق عليكم اكثر منكم. نسيتي بلي انا اللي نقدر نبيع. راك غلط مازالك صغير وما تقدر دير والو. لا لا اختي انت اللي راكي غلطة. قولي 10 ايام ندير دي زويطة هكذا كي نبيعها نعطيكم حقكم وندي حقي واللي يفضلوا يشرو بيهم طونوبيل نحاول غبينا شويه على روحتي. خالتي هضري قولي حاجه كتسمعي شو يقول؟ خالتي راهي ضيفه ما عندها ما تقول والدار بايحه بايحه. عندك الحق ولدي معليش جيب الشاري ونشوفه بصح بصح بشرط لازم تقول لعمك ولا لوليد عمك ولا كشبو قطو البيع والشراء ماهوش ساهل يا وليدي تخاف ربي لازم يكون معك واحد كبير يا وليدي تحسب البيع والشراء هكذا كبرك
خالتي واش راكي تقولي؟ حنان الدار الا جابت لنا سومه مليحه وعلاش لا ورانا كم مسحقين دراهم. سمحتي واش قالت؟ واش بيكم اليوم راكم تفهمين عليا ولا وشنو؟ هاد الهضره ما حبش نزيد نسمعها. خالتي ماذا بك؟ نسجدي لي على يوسف ولا على عمي؟ هذه الدار تخصنا حنا ما تخص حتى واحد. صار هكذا صحيت يا سي وحيد، يا اما نعوم بحرك وحدك. دبر راسك برو على ساعدي. هكذا انت تهضر مع خالتي؟ اخي انت راكي قابله. وكاني قابله هكا تهضر مع خالتي؟ سكتيش يا صاحبي؟ راك تبان هاز هموم الدنيا كامل فوق راسك. مانيش عارف، تلفت لي من نهار ما تحيت وانا نحس روحي ضايع. هذه سنة الحياة، ربي يرحمها، عاود تزوج وخلاص. هذا مكان من خم كيفاش تجيب مروه بنتي تعيش معايا؟ لازم لي ان بون افوكا. هذه سهلة، شوف عندي صاحبي محامي شاطر بزاف، نعيط له ونعرفك به والمشكل تاعك ما فرينش عليه. داكور، بصح قول لي الصح، واش هو المشكل راه مقلقك؟ كان امراه في حياتك؟ واش راك؟ لاباس، هاتيك تعرف، الخدمه تاعي انا كلها مشاكل، مخدرات، سرقه، جريمه، هكا على بالك. اسمح لي. ويالو شبيع انا جاي. واش كاين لاباس؟ I'm doing.